الله الرحمن الرحيم. عضو من اعضاء تنسيقيه المكفوفين المعطلين جهه سوس مرسى. هذه الوقفه 23 على التوالي في هذا الموضوع. نحن نناضل من اجل مصدر الرزق ديالنا اللي كنطالبوا به هذه الجهات المعنيه الثلاث، الا وهي ولايه جهه سوس مرسى، جهه سوس مرسى كرئاسه ديال الجهه، وايضا المجلس البلدي لمدينه اكادير. المطلب ديالنا هو توفير واحد المصدر للرزق ديالنا اللي كنطلبوا عليه. درنا مع المسؤولين عده جلسات بدون جدوى، جلسنا مع الاخوان ديالنا من مع السي الكاتب العام ولا السيد رئيس الجهه، هادشي بالتنسيق مع السلطه، ولكن لم يجب الطلبات ديالنا. هما ما بغاوش يمشيو معنا فان يوفروا لنا واحد المصدر للرزق ديالنا. عطاونا بعض الاقتراحات ما بغاوش يمشيو معنا فيها، لان هي ماشي في صالحنا حنايا. حنا لسنا اهل لتسيير مقاولات، حنا كمكفوفين ما يمكنش لنا نسيروا مقاولات. باش نكونوا واقعيين، المقاوله كتحتاج واحد اللي كيشوف، واحد اللي يقدر عليها. حنا سواء حتى التكوين ديالنا ما مصلحش لينا، يعني ما مصلحوش حنا نسيروا مقاوله مثلا، نسيروا مركز ولا نسيروا واحد اونتربريز هكا يقدوا لنا، ما يمكنش. حنا قلنا لهم اودي يسيروا لنا هذاك واحد المركز، كانوا قالوا لنا يسيروا هما، ندخلوا حنا كمستخدمين. هما ما بغاوش يمشوا معنا في الطرح، واضطرينا باش نرجعوا للميدان من جديد الى ان يتحقق هذا الامر ديالنا. لحقاش كفحنا، تصور معايا استاذي ان سقيف سن فمثلا مش وزارة التعليم، انك باش تخدم فيها كموظف عندهم ولا كاطار تعليمي كيخصك ما تديباسيش 30 سنة، وحنا كندخلوا قراية معطلين بحكم اننا ولاد الاقاليم الجبلية، يعني ماشي كاملين حنا ولاد المدينة. ما كنعرفوش المدارس واش كاينة ديال المكفوفين باش نقراو فيها. والقرار الاخر اللي داروه اللي دارتو ما عرفتوش الحكومة اللي دارتو ولا المهم هي دارتو خرج ديال الدولة، ألا وهو ديال 26 سنة إلى ديباسيتيها لا بورس كتمنع منها كتحرم منها. بحال دابا أنا اللي معكم دابا محروم من لا بورس اللي هي من حقي أنا كفيف. أنا ما عندي، بغيت هذيك لا بورس باش نعاون بها في المسير الدراسي ديالي، ولكن للأسف الشديد حتى هي حرمونا منها. اللي قال لك اسدي لنا عندك 26 سنة، الوزير ربما كان سهر حتى لربعة الصباح وفاق، قال شنو كاين راه نديروا لهم 26 سنة لهذا. وما كاينش استثناء، لأن حنا ماشي سواسية بحال الآخرين. يجب إعادة النظر في هاد القوانين هادو، لا القوانين ديال التوظيف اللي داروا ديال 30 سنة، لا ديال لابورس. هادو راه إشكالات اللي عائقة بالنسبة لنا حنايا. ونرجع للموضوع ديالنا اللي هو ديال هاد الوقفات اللي كنديروا. إن شاء الله سنظل إن شاء الله في الميدان، وغنبقاو دائما إلى أن يتحقق المراد ديالنا إن شاء الله تعالى. ونتمناو من المسؤولين يسمعوا لنا ويطلبوا لنا ويستجبوا. السلام عليكم ورحمة الله. بداية كنحيوا المنابر الإعلامية المواكبة للقضية ديالنا واللي دائما متتبعة الملف ديالنا، فكنشكروها عاليا بشكل عام. وبشكل خاص كنشكروا الحياة اليومية كذلك على التضامن ديالها مع القضية ديالنا ومع الملف ديالنا. فاحنا مجموعة ديال الإخوة المكفوفين المعطلين حامل الشواهد هنا بجهة سوس مرسى، فكنطالبوا مورد رزق، مكسب رزق مدخول للعيش الكريم فقط. يعني ما تنطالبوش بشي امتياز أو لا بشي حاجة اللي هي يعني تفوق المستوى
والاستطاعه ديال المؤسسات المعنيه بالامر من جهه رئاسه الجهه، يعني كنقصد هنا رئاسه الجهه، كنقصد ولايه جهه سوس مسا، وكذلك رئيس مجلس البلدي لمدينه اكادير السيد عز اخنوش باعتباره رئيسا للحكومه. وبالتالي هذه المؤسسات هذه كلها الى اجتمعات وتضافرت الجهود وكانت عندها اراده قويه، فراه الملف ديالنا غادي يتحل في ظرف، يعني في يوم، يعني ماشي في شي مده اللي هي طويله، لان حنا كنقلبوا فقط على مكسب رزق، يعني ماشي شي حاجه اللي زعما كيف ما قلت سابقا على انه مثلا اضافي ولا شي حاجه اللي هي مثلا حنا ديجا موظفين كنقلبوا على السكن، كنقلبوا على شي حاجه اللي امور ربما فيها متدخلين كثار فيها، ولكن هذا مورد رزق، وهاد الناس هادو راه قراو وعاو وضحاو وتبارك الله وصلوا وحقوا المبتغى ديال والديهم وديالهم، ولكن راه مازال ما حقوش دواتهم، مازال ما استقلوش بشكل نهائي، باقين على المجتمع، باقين على الاسر ديالهم، باقين في حاجه لكل المؤسسات المعنيه. فكنتمناو منهم انهم يعني يتجاوبوا معنا بشكل ايجابي، هو حقيقه كاين تجاوب، كاين تواصل، كاين اجتماعات، ولكن حنا مطلب اني واستعجالي اللي هو مكسب رزق. وتبارك الله عليكم وشكرا لكم مره اخرى، وتحياتي وشكرا للاعلام بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله. حنا هنا في صدد الوقفه رقم 23. الوقفه هذه اللي من خلالها باقين عند نفس المطالب ديالنا، باقين عند نفس الامور اللي حنا جينا بها لهاد الناس. حقيقه كان واحد التفاعل اولي مع هاد المسؤولين هادو، الا اننا سبب الرجوع ديالنا للساحه او لساحه النضال هو انه لاحظنا انه كاين واحد الاستهتار بالملف ديالنا، وما كاينش واحد السير الملف ديالنا، وما كاينش واحد الجديه كبيره. يعني الا كانت غتكون جديه وكان غيكون تفاعل، خص يكون تفاعل ايجابي، ماشي تفاعل فقط من خلال الكلام او لا من خلال الهدف. فاذا كانوا غيكونوا تفاعلات خص يكون تفاعل جدي. فاحنا هنا راه ما كنطالبوش بشي حاجه اللي كبيره، فراه كنطالبوا غير بواحد العيش كريم، بواحد واحد المورد رزق. دونك حنا راه المطالب ديالنا كيف ديما تنقولوا راه مطالب مشروعه ومعقوله، يعني ما كاين فيها حتى شي حاجه اللي تثير الاستغراب. سي بور سا حنا راه باقيين هنا، باقيين تنحاولوا، باقيين تناضلوا على وعسى انهم ياخذوا الملف ديالنا بشكل جدي. وانا مازال تنقولها وتنسطر عليها كيف ما تيسطروا على الاخوان، حنا بغينا تفاعل يكون جدي وتفاعل يكون منطقي ومعقول. ما بغيناش كلام، ما بغيناش انه باش نتسناو راه تفاعلتوا معنا، راه بغينا التطبيق، بغينا التطبيق. يعني الاجابه جاوبوا على المراسلات ديالنا، راه درنا بزاف ديال الخطوات. وتحياتي وشكرا لليوميه على الحياه اليوميه على هذا